بسم الله الرحمن الرحيم. لحضراتكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من الموعظة الحسنة، وتحت العنوان الكبير عندنا وما عندناش، وموقفنا لما بنقول ما عندناش، يعني حتى بالإنجليزية we haven't، ما عندناش إيه؟ ما عندناش حاجة. الكارثة إنها عند الدين، والمفروض اللي عند الدين يبقى عندنا. أقول لكم قصة النهاردة. هي في ليلة مريضة، الزوجة يعني سلبي، قال لها اعملي كوباية شاي مديحة. هي ما اسمهاش مديحة، اعملي كوباية شاي مديحة، عيانة تعبانة مهدود حيلها وكده. فقالت له معلش يا حبوكشة لو سمحت اعمل انت كوباية شاي لروحك لاني تعبانة. بدأ النكد، ما بيتتش الا عند مامتها، خدت لها 15-21 يوم، وفي النهاية عايزين نتصالح ونرجع. فمامته خدته وراحوا، مامتها موجودة بيتعاتبوا، فمامتها بتقول لمامته يعني يا اختي فيها ايه لما تكون تعبانه ويدخل بسلامته ويعمل كوبايه شاي؟ ما هي يعني مش دي عوايدها ولا حاجه، ده بس في ظروف طارئه كده كان يجرى ايه يعني وبتاع. قلت لها بقول لك ايه يا ام فلان، ما عندناش راجل بيدخل المطبخ يا اختي، ام احنا مجوزين نقول ايه؟ ما عندناش راجل بيدخل المطبخ. ادي موضوعنا النهارده. أعلق أنا أقول إيه؟ أقول عندنا راجل بيدخل المطبخ، وعندنا راجل بيطبخ، وعندنا راجل بيغسل، وعندنا راجل بيكنس، وعندنا راجل بيمسح البلاط في بيته، ولو كان موظف برضه بيمسح البلاط في أي مؤسسة تانية مش عيب. عندنا راجل بيخدم مراته، اللي هو عندنا مين؟ عيلة أبو زيد؟ عيلتي أنا؟ لا، عندنا نحن المسلمين بالنصب على الاختصاص. لما تقول نحن المسلمين، عندنا وعندنا وعندنا، تعرب المسلمين دي ايه؟ تعرب المسلمين دي ايه؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص او اعني. احنا المسلمين عندنا كده. هو لان سئلت عائشه رضي الله عنها وارضاها كما روى البخاري في صحيحه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت كان في خدمة أهله. لما تشتق من كلمة خدمة دي، بس عشان الأدب العالي للنبوة، هتقول لما تجيب اشتقاقاتها يعني خدمة ويخدمه وخدام وخادم، كل ده عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انه بيعمل بيرفق يعني لو في قطع كده صغير زي الرف، النهاردة الرف في توبه، ما بياخدش توبه النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد ويرميه في وشها كده ويقول لها ايه خدي ودي ده للرفه، او خدي ارفيه انت، او الزرار مش مقطوع. ده انا تقريبا على حد علمي والتليفون النكد اللي انا شايله ده، يمكن 500,000 حاله اتطلقت بسبب الزرار. اسيب لها القميص تركب الزرار تعمله بني والزرار لبني وبتاع. ما تعمله انت يا اخي، انت مش بتصلي عليه الصلاه والسلام وبتقول انك بتحبه وبتاكل حلاوه المولد، ولو دخلت مع جماعة حلوين كده اللهم ارزقنا شربة ماء من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا، ما تخلي يده الشريفة لها أثر في يدك الشريفة، ما تخلي يدك أنت أيضا شريفة بأنك تركب روحك زرار. وهي لما تنتشه منك قول لها والله مش عايزة أتعبك، لا أنا هعمله أسرع منك، أنا بعرف أعمله أحسن. طب نوديه لترزي ولا حاجة يستفيد 2-3 جنيه يتعشى بيهم، ويبقى منافع للناس، والدنيا تبقى صفحاتها جميلة. أقسم بالله لن نكون مسلمين حتى تكون صفحات حياتنا كلها جميلة. الدين ده ضد القبح وضد العنف وضد الشدة العنيفة بلا كنترول ولا عقل، وضد الإساءة، وضد تذكر النكد والغم، وضد تقليب المواجع، وضد الشماتة، وضد النظرة الساخطة.
وضد السخرية وضد الاستهزاء. أجمع لكم من الذاكرة مليون حاجة، يبقى مش هاخد التليفون اللي هيموتني. مين 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 هو؟ أم أحمد. يلا يا أم أحمد نورانا. أول تليفون. السلام عليكم. السلام يا فندم ورحمة الله. الزوج قال للزوجة دي تالت طلقة، إن ما جبتيش الحاجة دي تبقى طلقة. قولي لي أول مرة، قولي لي أول مرة إيه والتانية إيه والتالتة إيه؟ طلقتين قبل كده. لا لحظة واحدة، ما هو الطلقتين احكيهم لي كده. أول مرة قال إيه البي؟ البي قال إيه؟ طلقة أول مرة، والتاني مرة برضه أنت طلقة. أنت طلقة أول مرة، وأنت طلقة تاني مرة، وتالت مرة قال لها إن خرجت. تالتة بقى ما جبتش الحاجة دي تبقى تالتة. تمام، هيروحوا الاتنين مع بعض لجنة الفتوى بالأزهر، ويحكوا الكلام ده كله وياخدوا قرار يعني لجنة الفتوى. يعني ما وقعتش الطلقة؟ لا ما اقدرش اقول كده، عمري بدم الطلاق اتكرر. انا بقالي 15 سنة في البرنامج بقول الكلمة دي. اي واحد يعك الطلقة التالتة يعني. ما هو التالتة بقى يروحوا لجنة الفتوى. يا امي اسمعيني لله، خراب البيوت مش امر سهل، والافتاء هو عنده يعني 70 سنة، مش عنده 170 مسلم ولسه نفسه في صدره، ويقع طلاقه ويتجوز وهو على فراش الموت والدنيا جميلة. لازم يتشال مربعة ويروح لجنة الفتوى، لان دول ثلاث طلقات. اوعوا تتصلوا بواحد لوحده، واحد لوحده لما تبقى اول مرة او لما تبقى تاني مرة، ما تعددوا والتالتة ايه والبتاعة ايه، على لجنة الفتوى. مي اي. يلا عنا حد تاني. يلا يا روحية يا عيون، روحية يا عيون روحية. واقفلوا الاربيز بقى من ودني عشان اعرف اركز. اقفلوا الاربيز ده عشان انا مش عارف اسمع ولا عارف اتكلم. يا 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 روحية. الو الو يا روحية. قفلت روحية. طيب يلا ابراهيم، راح ابراهيم. رياض، يلا يا رياض. السلام عليكم. اتفضل سيدي. اتفضل. وعليكم السلام وبركاته. ازاي حضرتك؟ ربنا يسترك يا عم رياض. قول. ربنا يديك الصحه يا فندم واياكم جميعا. طلب واحد. قول يا فندم. يا فندم ارجوك، نفسي حلقات حضرتك تبقى كل يوم. طيب يا فندم. انا يعني انا بتمنى دي يعني انا يا رب ده رجاء من حضرتك. احنا عايزين يبقى في 90 مليون مبروك عطيه. يا رب استرك يا رب، يا رب فيما يرضيه، يا رب فيما يرضيه. يعني حضرتك لو القناه يعني معاش فلوس تعمل حلقاتك في استاد القاهره بعد كده. الايه الايه؟ لو القناه معاش فلوس تعمل حلقات حضرتك في استاد القاهره بعد كده. اعمل ايه؟ القاهره ايه؟ في استاد القاهرة. أوي يلا يلا. طب والمصاري؟ ربنا يخليك يا رياض. الجماهير موجودة يعني. أيوة نعم ربنا. بقول لحضرتك أشكرك يا رياض. أنا عايز أقول لكل يعني شاب ناوي يتزوج جديد، أيوة، إنك يعني إيه بلاش كل حاجة تاخدها على صدرك كده، وبلاش بلاش أيوة. التشنجات، أيوة، بلاش العصبية. الدنيا أيوة. جميلة أوي حضرتك يعني. أو والله الوردة اللي ماسكها في إيد حضرتك أيوة. هي ده الدليل، ده الرمز. نعم يا فندم. بقول لحضرتك دي الرمز على ان ده ديننا دين جميل قوي. ايوه يا فندم. أيوة. الورده اللي ماسكها انت حضرتك دي، لو كل راجل متزوج أيوة. وهو مروح كده معاه كيلو برتقان اداها. الله عليك. ب3 جنيه ونص. الدنيا هتبقى ربيع قوي، والدنيا هتبقى جميله قوي. لا في طلاق ولا في فلوس. ايوه الدنيا يا فندم والله اسهل من كده بكتير. ايوه بس انا لازم يا رياض يا حبيبي لازم اكمل لحضرتك جمله، كلمه صغيره. وهو واخد كيلو البرتقان، نعلمه برضو ازاي يقدمه. يعني ما يحطوش على الترابيزه كانه جايبه لجماعه محكوم عليهم ب7 أيام سجن في الاشلاء ولا في التخشيبه. يعني يقدموا برضو بطريقه جميله. والمعادله عشان تكمل يا رياض، لازم برضو نعلم واحده ان لما الراجل يدخل لك بكيلو برتقان كانه جاب تفاح، الا اذا كان انت نفسك في التفاح وواثقه تمام الثقه ان هو يقدر يجيب الابل وجاب الاورانج، فساعتها قولي له ايه. برضه دي طريقه مهمه جدا. حط ايدك كده على سمان دراعه بالراحه وقولي له وقولي له وقولي له يا رب ما اتحرم منك ولا من مجايبك، بس سيري من برميه، افتكرني، تذكرني بتفاحايا كده علشان يعني نفسي راح. بشكرك، وان شاء الله القناه بتدرس موضوع البرنامج يبقى يومي. وانا قلت الكلام ده بس حضرتك اكيد ما سمعتش الحلقه انا قلت فيها كده. مين معانا؟ يلا يا احمد.
اتفضل احمد. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اسال سؤال بس بسيط يا دكتور. اتفضل يا فندم. دلوقتي لو انا مروح مع زميلتي في العربيه من الجامعه، ده حرام ولا مش حرام؟ لا ابدا، ده انت تاخد ثواب انك خدتها معاك وانت راجل محترم وما انتش واخدها ورايح وناوي على مكان وحش وانتوا موجودين في قلب الشارع، ولا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو حصل منك اي حاجه وحشه ممكن تقول لك هنزل وهنط ويوديك في 60 داهيه فتهدي انت وتعتذر او تنزلها، مفيش مشكله. الدين مش بالسكينه لهذه الدرجه ابدا ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام وجد اسماء ماشيه في الحر، برك الناقه وقال لها اركبي ورايا. هي ممكن جدا كذوق تركب جنبك لان انت مش تكساجي او عربيه اجره، وكذوق منك اكتر تقول لها ورا وانا عايز اجري من ربي. احنا عارفين على فكره الحكايه دي مش شايعه في حياتنا، احنا تقريبا زي اللي مكسوفين نقول ايه، يعني احنا مكسوفين نقول احنا بنعمل لله يعني. والله بجد يعني فيها ايه لو انا بقول لواحد خد ده لوجه الله يعني؟ طب ما القران قال كده انما نطعمكم لوجه الله، ما والنبي الاربيز ده عامل لي وش في وداني، ما يعني انا هكلم المشاهد كلكم اصواتكم في وداني، نقفل الاربيز. يبقى احنا بنتكلم يا عم احمد في واحد شاف زميله على طريقه ومعاها عربيه، لا تفضلي يا فندم اوصلك ابتغاء مرضات ربنا. لكن هو في موجه صفرة من الثقافه ان لا 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 تنوريني على عبادي، الكلام ده كله زباله. اصل النيه دي نور في القلب، النور اللي في القلب ده كشف لك ايه؟ انك عايز تركبها علشان تستأنس بيها وتستمتع بيها وعايز تعمل علاقه معاها وتاخد الباسورد وتدخل على صفحتها زي اخونا الخطيب اللي عمل كده، ولا ايه بالظبط؟ انت عايز تعمل عمل لله؟ قول لها، قول لها لوجه الله، لان ربنا اللي قال مش مبروك عطيه انما نطعمكم لوجه الله. وعشان هي لله التوصيله اركبي من فضلك ورا، عشان العربيه ممكن يكون فيها غيار وبتاع، احنا كلنا بنسوق فممكن ايديها تتدحرج سنه على رجليها ولا حاجه، يعني خليها تبقى نقيه بقى وجميله، ولا ادخل معاها في مشاكل ولا اقول لها جوزك عامل ايه ياه ما بيجيبش لحمه الا كل شهر، نو 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 نو. وانت مع انك انت بتجيبها كل 3 اشهر، فده تخبيب. تخبيب يعني ايه؟ يعني له فايل في الدين كده اسمه الافساد، ان انا افسد واحده على جوزها باي حاجه بقى، بان هي مثلا هتتكلم على حاجه في العربيه وهتكلمك على عربيه جوزها بانه مش هين عليه غير الكاسيت القديم ده، ليه كده؟ ده انا بفكر اركب امبر فاير وانا راجل نزيه، انا كده بفسدها على جوزها، بكرهها في حياتها. لا، تمشي هي على رجليها احسن، مش معناها هي مش في خلوه شرعيه ولا حاجه، لانها موجوده معاك في وسط الشارع نهارا جهارا وتقدر تنزل في اي وقت وانت بتريحها لوجه الله. فخلينا لوجه الله المقنن ده، وتغاضى عن اي سؤال يخليك تتكلم في مجال تزكية روحك، ويبقى العملية محدودة وفيها اتجاه جميل وكل حاجة. يلا يا ليلى. الو. ايوه السلام عليكم. اتفضلي ستي. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت اكلم الدكتور. معاك اهو، اتفضلي. طيب. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ست ليلى. بمنتهى الصعوبة بكلم حضرتك والله. معلش. طيب دلوقتي انا بنت اختي انفصلت عن جوزها. طيب. وهي عندها بنتين. ايوه. على مدى سنه هو موجود في السعوديه. ايوه يا فندم. هو موجود في السعوديه. المحكمه حكمت ب 200 جنيه، هو طبيب في السعوديه، المحكمه حكمت ب 200 جنيه نفقه لكل بنت. دلوقتي هي معهاش فلوس علشان يعني تتصل بالسفاره والكلام ده. مش المفروض ان المحكمة بتبعت للجوازات او للقنصلية او باي طريقة للسعودية وتاخد منها يعني تعرف ان هو فعلا موجود بالسعودية وبيشتغل طبيب، وعلى هذا الاساس تحكم لها بالنفقة المناسبة؟ خلاص كده؟ ايوة. اتكلم بقى. اتكلم. هقول نقطتين اتنين. النقطة الأولانية، المحامي اللي رفع عليها قضية النفقة ياخد معاه ما يثبت إن الزوج مسافر ومرتبه 15,000 ريال.
والقاضي هيحكم بيها وانا متاكد من دي. النقطه الثانيه ان المفروض البي ابو البنتين ما يخليش اختك مضطره انها ترفع قضيه في المحكمه عشان ولاده ياكلوا. ده دينه تعبان ودمه معدوم. يعني الدين تعبان قوي لان في ركعتين بيصليهم. فده دين برضه ولكن دين تعبان قوي. الدين العالي قوي على اليمين في صحيح مسلم سأل عبد الله بن عمر وابو موسى الاشعري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير ما في هذا الدين؟ قال اطعام الطعام وافشاء السلام. اطعام الطعام احسن حاجه في هذا الدين. طب وانا لما اطعم الطعام ابدا بمين؟ بالبنتين بعد نفسي طبعا. بطعم نفسي، النبي اللي قال الكلام ده عليه الصلاه والسلام، ابدا بنفسك عشان تقوى وتروح تجيب نظر ماني فور ذيم. انما ده بني ادم دينه ضعيف عشان الركعتين، مش دين عالي. اللي دينه العالي ياكل الجعان وبدءا من ابنته من ابنه، ياكله كبده ما يحوجوش. فهو احنا عندنا الراجل ده لو رجع لاختك الصبح هياكل الاولاد دول سمان وحمام، لانه ابن عله، ابن عله سودة اسمها ثقافه سودة. انا كويس مع مراتي اهيص العيال بالذات ما ابقى اب ازاي. هاو تشو دبليو هاو. انا اب زوج حلو يبقى اب حلو. طلقت او حاجه اول حاجه انتقم منها العيال، بربيها في عيالي. هاو كريزي ماد ام اي دي. ايه المصيبه الكارثه دي؟ ايه الكارثه دي؟ نيجي ندور انت بتشجع اهلي ولا زملكاوي ولا اخواني ولا بيضاوي ولا ينفع الكلام ده؟ ابجديات دينا. روحيه رجعت تاني يا عيون روحيه. روحيه انت متجوزه؟ الو السلام عليكم. متجوزه روحيه؟ انا جوزي متوفي. الله يرحمه. كان بيناديلك تقولي له يا عيون روحيه؟ الله يرحمه. كنت بتقولي له كده؟ ها؟ ايوه بقول لحضرتك دلوقتي. قولي. انا ابني في السعوديه. طيب. وهو وليه هنا في مصر وديعه. ايوه. فانا عايزه اطلع زكاه المال عليها عشان عدى عليها سنه. ففي ناس قالت لي لا ما ينفع، فانا طبعا هضطر احط من فلوس من معايا ادفعها للزكاه. قالوا لي لا لازم من نفس الوديعه. لا مش لازم من نفس الوديعه. يعني ادفع من فلوس من معايا انا؟ اه طبعا تبقى عارفه الوديعه دي 100,000 وبقت 110، تطلعي زكاه على ال 110 من اي فلوس خلاها ربنا ما دامت حلالا لك، مش لازم من نفس الوديعه. وبعدين انت ليه تدفعي؟ انت ليه؟ ما تسيبي الشملول يدفع زكاته ويتعود دينه ويتعلمه، هي امه تدفع له زكاته. استني بس. أيوة. هي امه تدفع له الزكاه، وامه اللي هتجيب الشقه، وامه اللي هتركب السيراميك، وامه اللي هتجوزه وتجيب واحده تذلها. انتوا ناويين على كده؟ ما انت بقول لك اهو، كان الله يرحمه لما يقول لك روحيه. انا كنت اعرف ناس كده 30 سنه وهو بينادي عليها بت يا روحيه، وهي ترد عليه تقول له يا عيون روحيه. تقول يا سوسو مش يا روحيه. طب الله يرحمه ويديكي طول العمر والصحه، وخلي الاستاذ المسافر يتعلم دينه ويعرفه. لو فوضك ووكلك اوكي ما فيش مشكله، لان المفروض زكاه المال تطلع على فقراء البلد اللي اكتسب منها المال. يعني ابنك في السعودية جاب الفلوس دي منين؟ من السعودية. زكاة الفلوس دي قد كده تطلع على فقراء البلد اللي هو اشتغل فيها وحصل الفلوس. اللهم إلا إذا كان الفقير ذا رحم، أو كانت البلد اللي هو بيشتغل فيها ما فيهاش فقراء، يبقى ننتقل من بلد إلى بلد. وإحنا عارفين بننتقل وين دبليو اتش اي ان، متى ننتقل، متى ننقل زكاه اموالنا. ننقل زكاه اموالنا في حالتين، لو البلد اللي انا بتكسب فيها ما فيهاش فقراء او اكتفوا، والحاجه الثانيه لو انا زكاه مالي هتروح لقرايبي وكلهم معدمين مش لاقيين فابعت لهم، يبقى انا مضطر في الحالتين دول. هو يتعلم الكلام ده ويعرفه ويحسب زكاته وطلعها من مرتب شهر، يجيب من اصل المال يتصرف ويتعلم دينه، وانت تبقي نسمه عليكي. بس تقولي له وانت جاي في رمضان هات لنا بقى شويه يميش من ايه؟ من ابها وخميس مشيط، وانت جاي يا حبيبي او من الرياض او من اي بلد. هو يجيبها لك ويقول لك ازيك يا ماما، ولما يتجوز مالكيش دعوه بيه ولا بمراته. تقول لها ازيك يا منوراني، ولو هتقعد معاكي وابنك مسافر لازم تكوني لها انتي.
بمثابة الزوج والأب والأم وتعوضيها غيابه وتصبريها وتحكي لها حواديت وتطبطبي عليها وتعرفي إنها شهيدة لأنها مأسورة عند ابنك أسيرة وابنك مش موجود. مرات المسافر دي اسمها شهيدة وهو لازم يعرف كده وهي لازم تعذره لأنه مضطر عشان يجيب ويجيب ويجيب ويجهز ويجهز. ومعانا مين؟ أم حنان. يلا يا أم حنان. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ستي ورحمة الله. عامل ايه يا شيخ عطية؟ الحمد لله. الله يخليك يا فندم. بص أنا عندي بنتي 21 سنة. طب كويس. اتجوزت ابن عمتها من الإمارات. ابن عمتها يعني مصري قاعد في الإمارات ولا في إماراتي؟ الإمارات. في الإمارات. هو إماراتي أصلا. هو إماراتي. آه. ابن عمتها. ابن عمتها. عمتها دي أخت أبويا، يعني أنت كنت متجوزة إماراتي. لا، أبوها هنا مصري. عمتها مش العمة أخت الأب؟ ايوه انا جوزي مصري. جوزك مصري متجوزه اماراتي وعايشه في الإمارات. اخت جوزك اللي هي عمتها اتجوزت اماراتي فجابت باسم. بس فجابت ولدين وبنت. طيب اتجوز واحد فيهم بنتك. نزلت السنه اللي فاتت انا منفصله عن ابوها. متطلقه؟ ولا قاعدين مع بعض منفصلين انفصال؟ نزلت السنه اللي قبل اللي فاتت 2013 وراحت جت اتصلت بيا وطلبوا بنتي للجواز لابنها. أيوه. المهم عملنا الفرح والحمد لله وجوزت وكل حاجة وسافرت معاه يوم 10 يناير 2014. أيوه. وبعد ما سافرت قعدت 4 شهور هناك في عند عمتها في الفيلا بتاعتهم، وأنا طبعا ما كنت هنا في مصر في شغلي. أيوه. راحت هي بعتت لإخواتها ولإخواتها ولعمتها التانيين ولأبوها وراحوا قعدوا معاهم شهرين كمان هناك في بعد ما اتجوزت. ايوه. وبعدين اتصلت بيا من هناك قالت لي مبروك يا ام حنان بنتك حامل. بالظبط، ما انا شورت اهو. قلت لها الحمد لله يا حبيبتي، قالت لها هتبقي جده. قلت لها طب الحمد لله. ابقي يا اختي ومال ولا يجرى حاجه في الدنيا. بعد 4 شهور وهي حامل دخلت المستشفى هناك تعبت معاهم هناك وما قالوليش، فراحت نازله اجازه مصر هي وعريسها وهي وامه عمتها. بعد ما نزلوا هنا لقيت البنت ضعيفه جدا والبيبي كان 4 شهور 200 جرام ومش قادره تاكل ولا تشرب ولا اي حاجه وخاسه خالص على مراحل عروسه. فقلت لها يا حبيبي يا خالد بعد اذنك يا ابني خلي بنتي تقعد معايا الاسبوعين، هو شغال في البترول هناك. ايوه. فبياخد اجازه اسبوعين وبيشتغل اسبوعين. فقلت له روح الشغل بتاعك الاسبوعين وارجع الاسبوعين التانيين وخدها تكون قعدت معايا الشهر ده. طيب. فجت البنت هم راضيوا ما رضيوش بيها ان هي ترجع معاهم. وجي ابوها راح قال لها لو رجعت الامارات معاهم هيصففوك تراب الامارات. ايه؟ هيصففوك تراب الامارات. فخافت من ابوها من كلمه ابوها على عمتها ان هي ايه لو ما رجعتش معاها هيعملوا لها كده. مع ان ابوها مديها ابن اخته. قال لها ليه الكلمه دي ليه؟ قال لها الكلمه دي ليه؟ راحت نازله من البيت من عندهم واخد بالك وراحت جايه لي على البيت عندي. ايوه. فانا طبعا قلت لها يا حبيبتي ده وانت سبتيه ليه؟ قالت لي يا ماما انا مش قادره اعيش هناك لان هناك هم عملت عمتي معايا معامله سيئه جدا للاخر. ليه؟ وبتعاملني زي الخدامه. لا اله الا الله. قلت لها طب يا حبيبتي دلوقتي هو خالد مش معاكي كويس؟ قالت لي اه. قلت لها طيب ايه يا حبيبتي ارجعي معاه وربنا يصلح لك الامور. قالت لي لا مش هقدر يا ماما ارجع عشان خاطر سيبيني اقعد معاكي لغايه لما اولد وربنا يسهل. طيب. قلت لها طيب. فروحت مبلغه ايه ابوها بالكلام ده. قلت له هي مش هتقدر ترجع معاهم خلاص. انت اتجوزتي غير ابوها؟ انت اتجوزتي غير ابوها؟ لا. طب انت قاعده لوحدك يعني؟ عشت رب البنت من عمرها 4 سنين. ايوه. وابوها اتجوز؟ لما ده عمرها 21. وابوها اتجوز؟ ابوها اتجوز؟ اتجوز وخلف وجاب ولاد وكل حاجه. طيب ماشي. ها. واخد بالك؟ بس كانت علاقتنا ان انا كنت ما قطعتش صله الرحم بينها وبين ابوها. شاطره شاطره. وكنت بودهم عشان خاطر البنت ما تكرهش ابوها. شاطره. واخد بال حضرتك؟ طيب تعالي. يا شيخ عطيه. طبعا هم قبل ما يسافروا راحوا عاملين ايه بقى؟ هو وعمها راحوا عاملين لها محضر سرقه ب 300,000 جنيه. جنيه ولا درهم؟ فوق ما تتصور. جنيه ولا درهم؟ لا ريالات على دولارات على ريال على كارت ذهب على يعني
القاضي نفسه قال ايه دي شنطه بتاع المغاره علي بابا كل ده خدتيه منه. طبعا هو نزل يوم 3 عمل المحضر ده في القسم وجالنا اعلام من النيابه بان احنا نحضر انا وبنتي. ما قالش انا بعمل كده عشان ترجع ولو رجعت هقطع اوراق القضيه. المهم اللي حصل لا لحظه استني جاوبيني ما قالش هقطع المحضر ده والقضيه دي. لا هو كاتب ان هو في المحضر ان احنا طمعانين فيه. ماشي ما خدت منه الحاجه دي. لا ما هو ما عرضش عليك العرض ده او حد جه من طرفهم قال لك لو بنتك سافرت. يا استاذ يا شيخ عطيه ده هو توفى تاني يوم ما سافر. اتوفى؟ اه العريس. يعني هو سافر يعني هم عملوا المحضر يوم 3 وسافروا يوم 5. العريس اللي مات لما سافر؟ اه ومات يوم 6 واتدفن يوم عيد ميلادها يوم 7. واحنا مالنا بقى عيد ميلادها بقى وعيد وفاته ده حاجه المهم ربنا حافظ التواريخ شاطره اهو. انا بقول لحضرتك ان هو بعد ما توفى طبعا عمتها لما مشيت من هنا هي وهو بس راحوا بقى بعت لنا احنا علينا احنا تتايم وقله ادب وسفاله وبنتك ما كانتش بكر وبنتك مش عارفه تطر عليها. يا نهار ابيض عملوا عمايل مش قادره اوصفها. وولدت ولا لا؟ قامت بالسلامه في المحكمه. قامت بالسلامه ولدت ولا لا؟ ولدت الحمد لله. جابت واد ولا بنت؟ جابت واد ولا بنت عشان الفاصل؟ جابت واد ولا بنت؟ بنت. جابت بنت. وسؤالك ليا ايه؟ دلوقتي هم عملوا اعلان الوراثه هناك في الامارات دونهم سواهم في الحكم. عملوا ايه؟ اعلان وراثه دونهم سواهم في الورث. ما ذكروهاش. ما ذكروش اسم بنتي خالص. بس ده السؤال. فالمهم فدلوقتي انا اخدت الحمد لله رجعوا تاني خدنا احنا براءه في القضيه بتاعت السرقه وعملوا طعن تاني وخدنا فيها براءه. طيب واخد بال حضرتك؟ طيب لان المحامي بتاعنا قدم مستندات وهو الله يرحمه جوز بنتك قبل ما يموت ما طلقهاش. لا ما طلقتش. هتورثه وتصبري ما دمت عرفت سكه المحاكم على هناك وهنا مش هم راحوا بقى جايين في شهر 5 عاملين لها قضيه انكار نسب وعاملين لها قضيه ابطال عقد الزواج. طيب زي بعض. اولا انكار النسب هتثبت المحكمه بالدي ان اي دبليو اكس واي زد. الحمد لله طلعنا منها براءه. طب الحمد لله. امال ايه بقى ده احنا هنضيع الحلقه بقى كل حاجه طلعت براءه اهو. الحمد لله. انا عايز بس يا امي انا عايز اللي انا بقول عليه يا اخوانا ما دام عملوا لنا وطلعنا براءه ايه بقى نضيع الوقت في ده ليه؟ يا شيخ عطيه انا هقول لك حاجه. قول. دلوقتي السفاره في الامارات هنا راح يطلعها كذا مره عشان احنا تسافر البنت بيها. هي معاها اقامتها ومعاها الهويه وكل حاجه اللي كان عاملها لها جوزها هناك. فانا دلوقتي عايزه بس القنصل اللي في مصر هنا يعمل يعني يطلع سفر للبنت تذكره للبنت تسافر معاها عشان تروح هناك تاخد حقها. طب خلاص على عيني رساله من خلال برنامجنا قولي اسم البنت ايه اللي انت عايزاها وكل الامارات سامعانا وهيعملوا والله. قولي اسمها ايه؟ خلاص تروحي ان شاء الله السفاره وهتلاقي الصوت بتاعنا ده راح واخواننا ان شاء الله يطلعوا لها التاشيره او شوفوا اجراءات بدل ما انت عايزه تسافر. لكن انا في 3 ثواني هقول دموع تتحجر لا في عيني وانما في عمق قلبي على اناس هم الارحام وسلوكهم لب العداء والتوحش وسوء الأدب الذي ليس من الدين. فاصل قصير جدا ثم نلتقي فانتظرونا. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله وسلم عليك سيدي رسول الله. أهلا بحضراتكم والعود الذي أرجوه أحمد معايا 4 سهير بلال إبراهيم والرابع مين؟ أمه جنى. ناخدهم بالترتيب ده ونرحب بسهير. أهلا وسهلا. ألو سهير؟ ألو سهير؟ ألو بلال؟ يلا بلال. ألو يا بلال؟ بلال راح؟ إبراهيم جاهز؟ ألو مين بلال ولا ابراهيم؟
الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اخبارك؟ ربنا يسترك حبيبي. والله انا عندي حاجتين في عجاله سريعه اقولهم لك بسرعه كده. قول. انا شغال في شركه خاصه. ايوه. فالاربع فروض الاربع صلوات الظهر العصر المغرب العشاء بيقدموا في اوقات اوقات العمل. ايوه. فممكن بالنسبه للصلاه جماعه فانا ايه يعني ان انا اصليهم في الشركه موجود يعني كل حاجه موجوده عندنا في الشركه بس بتاعه الصلاه فمش ينفع الجماعه يعني اهي المشكله في الجماعه. اه صلي في اي كورنر ما دمت متوضي في اي مكان. قال النبي كده عليه الصلاه ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. فصلي في اي كورنر وحط ورقه زي دي تحت راسك والله اكبر وجعلت الارض مسجدا وطهورا ولا تاجلهاش الا اذا كنت فعلا ما تقدرش تسيب المكنه لو انت شغال على مكنه. الحاجه الثانيه يا دكتور يلا قول. احنا امتى نشوفك الشرقيه؟ الشرقيه في اي وقت؟ اما تدعي الشرقيه هتلاقيني الفجر رايح. اصل انا ما بروحش يا حبيبي اي مكان الا بدعوه. الدعوه دي من جامع كبير، من جامعه، من مدرسه، من اي مؤسسه. شرفنا بننسق مع بعض وبروح على طول على طول. ماشي. اهلا بيك يا حبيبي نورتني. مين معانا اللي بعد كده؟ يا ابراهيم. يا ابراهيم. يا ابراهيم. نقول يا ابراهيم في ضروره الشعر بس. قول يا ابراهيم. يا ابراهيم. يلا يا ام جنى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حضرتك انا اسال حضرتك سؤال. انا عارفه ان حضرتك كلمت في الموضوع ده كتير بس انا عايز اعرف حد الحلال والحرام في الموضوع ده. قول. انا احنا بنتين. والدي كان قبل ما اتجوز اشترى لي شقه تمليك وكتبها باسمي اتجوزت فيها. يعني دي شقه الزوجيه وكتبها باسمي. ده ولا حرام ولا حلال؟ يعني بابا جاب لك شقه باسمك وانت اتجوزتي فيها. اه. وعندك اخوات غيرك؟ عندي اخت احنا بنتين بس. كان في الوقت في نفس الوقت اللي هو اشترى الشقه بنفس المبلغ كان مديها نفس المبلغ برضه. ولا مشكله ابدا ولا مشكله ابدا. هي حته قد كده. طيب ما عليك. لم يكن استني يا حبيبتي. اتفضل. الحته الصغيره قد كده ليكي ولكل المشاهدين. ابو البنات ما لم تكن عنده نيه لحرمان الورثه فيتخلص ويكتب بالاسامي للبنات عشان يلمه ولا اي حاجه يهدي ولاده ما دام ما خطرش على باله ابدا انه يضر بالورثه الباقيين لان البنتين والثلاث بنات والخمسين بنت لو مخلف خمسين بنت هياخدوا التلتين من التركه. التلت الباقي هيروح لاقرب رجل ذكر او لاخواته للذكر مثل حظ الانثيين. هو بقى الناس عشان عايزه تخش جهنم مع ابي جهل لان ابو جهل ده كان برضو حاجه كده يعني قيمه وسيمه بيحبوا ابو جهل الناس قوي قوي فيقوم يوزع كاره ناسه ما يعرفش ان هو كاره نفسه. والله العظيم من ظلم فانما يظلم نفسه. بنتين بنت لها النص بنتين فما فوق ياخدوا التلتين وملكش دعوه لا بالتلتين ولا بالتلت. انت بس طلع زكاه مالك واتقي ربنا ولو عايز توزع حاجه على بنت يبقى التانيه زي هذا الواد بنت زي الواد ما دمت على حياه عينك عايز تهادي وانا قلت وهقول لو عايز تهادي ما تهديش الا اذا كان عندك اضعاف اللي تهديه لا احك كلهم بره في الشارع ويبقى تخلصت من مالك. وقد قال عمر سيدنا رضي الله عنه من تخلص من ماله لاجل دنه. يعني لو سمعت بان واحد وزع ثرواته كلها او ممتلكاته كلها على جميع الاهل والحبايب والعشيره والعشاء كان عمر بن الخطاب امير المؤمنين جلده لانه بيعمل عمل سفيه. وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه. يا حبيبي يا بابا ربنا يخليك لي يا بابا ما انا واللي انت بتكتبوا لي ملكك يا بابا. الانزاحه دي هي اللي كانت سبب في ان عمرو ابن لحي واحد اهو علم اسمه عمرو بن لحي. النبي عليه الصلاه والسلام في ليله المعراج شاف عمرو بن لحي بيجر امعاءه في جهنم. ربنا مطلع مصارينه بره ومفحمه نار مولعه وهو بيجرها. النبي اتفزع من المناظر. ليه؟ لان عمرو بن لحي اتبع فتوى الشيطان. ايه هي فتوى الشيطان؟ كان بيحج فبيقول لبيك اللهم لبيك وهو كافر. كل الكفر كان بتقول كده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فجيه الشيطان من ورا ودنه وقال له عموره حبيبي عمرو سمعني؟ قال له قول وساوس يعني.
قال له قول إلا شريكا هو لك. فقال له أقول إلا شريكا؟ هو ربنا مالوش شريك هو لها؟ بس كنت أنا لسه قايل دلوقتي يا إبلوسو لا شريك لك لبيك. بعد ما أقول لا شريك لك أقول إلا شريكا؟ قال له ما هو أنت لو قلت عمور إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كأنك ما قلتش حاجة. ما هو الشريك اللي أنت تملكه يبقى وجوده والعدم سواء. شوفوا فتوى الشيطان. فراح عمرو بن لؤي وكان سيد في قريش قال قولوا ورايا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الراجل ده دخل جهنم وربنا طلع أمعاؤه وكان بيجرها وراه. وسيدنا محمد شاف المشهد ايه اللي خلاني اجيب سيره عمرو بن لؤي؟ ان ابو البنات بيجي له الشيطان يقول له هم اخواتك محتاجين اكتب. وبعدين اخوك فلان ده مراته قرشانه بعدين انت ما يودوك التراب هتيجي تاخد بين الشقه من بنتك وتذلها وتضربها. وشيطان تاني يقول ايه؟ خد توقيعاتهم مضيهم عشان تبقى قانونا سليم وشرعا غير سليم. لان الرضا لا يعتبر شرعا الا بعد وفاة الموروث اللي هو المورث اللي هو اللي هيموت. بعد ما يودوه يجوا يقولوا للاخوات ايه رأيكوا تتنازلوا وتبقوا راضين؟ والله اذا رضوا بعد الميت ما دخل الترب. انما طول ما هو عايش الرضا لا يعتبر شرعا. فانت اداك شقة وادي اختك زيها المشكلة قد كده اهو في نية بابا. لو بابا خطر على باله ان يلا احسن حار ونار في جدتهم انا هعمل كده على ايه؟ لان المفروض العريس يا اختي هو اللي يجيب لك الشقة يا اختي ويفرشها يا اختي من القلة لغاية الفنجان ويجيب لك يا اختي المعلقة والشوكة. واقسم بالله ما عليك في شرع ربنا كباية ولا هدوم ولا طبق ولا حلل ولا الرفايع ولا التخاين ولا الستاير. كل ده عالبيه اللي جاي نسيبنا لو كان مسلما. وانا في الموعظة الحسنة قلت الكلام ده تقريبا 600 مرة ومش حمل لما اقوله. مفيش على المسلمين جهاز لبنات. حبينا نهديها بانيثينج نهديها بانيثينج. يلا يا محمد مبروك. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. الله يسترك يا حبيبي. طيب انا عندي شهادة استثمار في البنك. شهادة استثمار بتجيب لي 500 جنيه في الشهر. طيب وانا بقبض مثلا 1000 جنيه وال1000 ونص يا دوبك بصرفهم على البيت مراتي وعيالي. تمام. زكاه المال اطلعها ازاي على الشهاده اللي مدام ما معكش؟ اول ما تفك الشهاده تطلع زكاتها اول ما تقبضها بس خلاص مفيش مشكله. هي مجمده يعني مال محبوس اول ما تمسكها في ايديك بعد سنه بعد اتنين بعد تلاته ما دومت مش هتقدر ايفري يير او كل سنه تطلع زكاتها طلع زكاتها اول ما تفكها. لو عايز تعملها وديعه تانيه يبقى طلع زكاه المال المدخر في السندات او في الشهادات دي وبعدين تبقى الودايع داخله نظيفه من مال اديت زكاته. اعرفوا جميعا ان المال الذي تؤدى زكاته هو مال طاهر لان الزكاه بتطهر الفلوس. فانت هتبدا مرحله جديده مع البنك او فوديعه او هتستثمره اعمل حسابك لما تطلع زكاته بيبقى مال مطهر ومال مبارك فيه. فيبقى ربنا يكرمك ويكسبك ويربحك والدنيا تبقى جميله. ماجده يا ماجده يا ام المجد. الو ام عبد الله. يلا يا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. من فضل حضرتك أنا قاعدة في شقة إيجار قديم. طيب. وبعدين أنا عايزة أروح لولادي يعني أبيع الشقة حد يشتريها وأروح لولادي عشان أبقى جنبهم عشان أنا تعبانة. فصاحبة العمارة قلت لها اجيب لك يعني حد يشتري ونبقى مناصفة بيني وبين حضرتك. فهي بتقول لي لا انا ما اخدش فلوس وانت صاحبة العمارة. فمش عارفة هل ده حرام ولا حلال حضرتك؟ انا مش عارفة. حاضر. ما تاخديش منها ولا قرش ساغ وتشكريها وتقولها كتر الف خيرك لان انت مش شريكة معاها. انت واخدة منها الشقة ايجار قديم يعني بتضريها. بتديها 100 جنيه وهي الشقة جيب لها 1000 دلوقتي لو هتتأجر ايجار جديد.
واحنا ما نقدرش نبيع حاجة احنا مأجرينها. احنا كما جاء في الحديث الصحيح الجميل: لا تبع ما لا تملكه. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لحزام بن خويلد وقال له لا تبع ما لا تملكه. فشاء الإيجار: أنا لا أملكها وانت لا تملكينها، فجيبي بايع ليه؟ تجيبي بايع مشتري لمين وانت تملك البيع؟ انت لا تملك البيع، انت بينك وبين الست دي عقد إيجار تدفعي لها كل شهر الإيجار، وإلا تبقى مجرمة وآسمة وتبقي ما تستهليش تعودي معاها، لأن فيه منافع. هي عندها عين بتأجرها لأنها محتاجة تاكل، مش محتاجة، حقها تاخده. يبقى أنت مستأجرة تدفعي الإيجار، ولما تيجي ربنا يكرمك زهقت منها هتروحي عند ابن ربنا وسعها عليه في أي مكان بعيد وجميل، وانت زهقتي قولي لها متشكرين جدا، ويبقى الود. واحنا مسلمين قالب به في دخول النار القرشين، ربنا يغفر كل الذنوب، لكن الجنيه لا معلوش سكة في الغفران، إلا إنك يا تدفعيه وانت صاحية يا هتدفعيه كما جاء في حديث أتدرون من المفلس، هتتاخد من صلاتك ومن حسناتك كل قرش خدتيه. انت تبخريها لها، ولو انت صرفتي حاجة في الشقة تاخدي تمنها، اللي انت حطتيه فيها تاخدي تمنه، وتسلمها لها سليمة كما أخذتها منها سليمة، ويبقى الود. مين يا يا إبراهيم؟ يا إبراهيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور، ازي صحتك؟ الله يسترك، في نعمة. الله يخليك يا رب. أنا عندي سؤال بس بخصوص العقيقة. آه يا فندم. الحمد لله ربنا رزقني بنتين وولد. ثلاثة توأم؟ لا، بنتين وولد. آه يا حبيبي. آه، والسنة البنت شاة والولد شاتين. وممكن الاثنين كل واحد اثنين، وممكن الاثنين كل واحد واحد، الدنيا واسعة قوي. طيب، يعني ممكن مثلا بنفس قيمة الأربع شهات دي تجيب مثلا بقرة؟ ولو جبت 100 بقرة ما تنفعش عقيقة، 100 بقرة. آه، يعني بقرة واحدة على الكل تمشي؟ 100 بقرة ما تنفعش. آه، لازم عن كل ولد أو بنت. يا إبراهيم. أيوة. ركز في كلام. ها. العقيقة سنة. أيوة. والسنة عبادة. أوه. والعبادة إن العقيقة من الضاني مش من العجول. اه، فاحنا ملتزمون يا حبيبي. هات يعني البقره، هات البقره في الضحيه لو تقدر تضحي. ايوه. انما العقيقه يا خروف يا معزه يا جدي، الاثنين فصيله واحده. فما نقدرش نقول ايه الشرع ده مش عاجبنا، ما تيجي نجيب بقره كبيره. أيوة. طب ما نجيبها في يوم تاني، ما نجيبها يوم الضحيه، انما دي عباده لازم. أيوة. تجيب ضاني يا معيز. أوه. الناس ابتدت ما يعجبهاش بقى الشرع وتألف شرع جديد، اصل يبقى فيها لحمه كتيره، الكلام ده ما يحصلش ابدا. العقيقه حبيبي، حبيبي العقيقه سنه للقادر عليها في اول ولاده المولود بعد 7 ايام. ما قدرتش بعد السبوع الاولاني الثاني. ايوه. ما قدرتش في الثاني الثالث. لو عدى 3 اسابيع على المولود مفيش حاجه اسمها عقيقه. تعمل عنه صدقه. كلمة عقيقة من أول الأسبوع الأول. أيوة. لغاية الأسلوب الثالث على رأي الإمام مالك عليه رحمة الله. بس خدامك خدامك، شرفتني يا إبراهيم. ما زلت كما قلت لحضراتكم أعتصر من داخلي على ابنة ما سافرت لتتزوج إماراتي، وإنما سافرت لتتزوج ابن عمتها. انا وانا بلاحظ لما كانت ست بتتكلم ماليش دعوه بالقضايا وخلاص وربنا يسهل لهم، وتسافر البنت وتتربى اماراتيه زي اهلها وتتجوز اماراتي يا رب وتسعد والدنيا جميله، لكن انا ملاحظت ان العمه قرشه ملحه البنت، قرشه الملحه. اللي انا كنت بكلم فيه النهارده من اول اللقاء ان احنا عندنا سواد بناء على اللي انا قلته، لما الراجل سافر السعوديه بقى المحكمه حكمت لكل بنت ب 200 جنيه هو لو موجود، والمدام بتلبس له الشفتيشي اللي ما بيخبي إشي، وبتدلعه وتعمل له القهوه والشاي وتغني له قطعه اللي احنا كنا بنقولها قبل الهوا، جت علينا جمله كده نقول تعالى 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 وبتاع، وهو ينقر لها بقى ومبسوطين وسعد كده 5 دقايق القلب يصدق كما يصدق الحديد يعني، ودينا مش بالسكينه، دينا حلو قوي قوي.
لو كان مع امها، لو كان مع امها كان صرف ال 200 جنيه دول على البنت في نص دقيقه. يعني كانت قالت له بابا او بابي، كان لها يا عيون بابي، كانت قالت له انا عايز اللعبه دي، تطلع اللعبه دي ب 700 جنيه ب 600 جنيه، يقول لها عينيا حبيبتي. الراجل ده لو عنده دين اسلامي بقى لما يطلق امها وتقول له بابي يقول لها نعم يا عيون بابي، تقول له عايز اللعبه دي، تطلع اللعبه دي ب 600، لا ارجوكي يا حبيبي بابا، ممكن تاخدي امه 800 وامها متطلقه. ده لو عنده دين. لكن العجم، انا ليه بقول الكلام ده بقى؟ لان بنتنا اللي راحت واتهمت وسافرت الامارات حماتها عمتها اخت ابوها اللي هي متجوزه اماراتي. انا سالت الست طلعت منفصله عن الراجل، فعمتها اخوها مطلق امها، فهي بتنتقم من امها المطلقه فيها. انتوا عارفين لو باباها كان لسه على علاقه مع امها كانت قالت لها روح عمتك حبيبه قلبي عشان لما تنزل مصر تقوم اخوها يبقى راضي عنها ويعمل لها المحشي حلو والشقانق والمقانق وامها معاها تبقى خدمتها وحاجه زي كده. انما امك سابت اخويا، حتى لو كان، حتى لو كان الراجل اللي طلق والراجل هو اللي افترى، لا امك السبب، امك السبب اللي طلقت وسابته يا عيني، مع انها قاعده في الامارات عماله تاكل مندي راقي وحاجات جميله وعيش تميس من الشارقه وعايشه زي الفل، لا تعيس على اخوها. بندعي العواطف وقلبنا وبتاع في مواقف كده معينه محتاجه فيما ارى انا يعني اعاده ترتيب لبناء الانسان على فكره، دينيا اجتماعيا، شوفوا الكلمه اللي هقولها، وجدانيا. احنا محتاجين نتعلم معنى الوجدان. لسه امبارح انا ناشر حاجه جميله قوي، محاوله تدبر في كتاب الله تعالى، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم، ما قال فاجعل اناسا يهوون اليهم او يشتاقون اليهم او ينزلون عندهم، انما قال افئده. افئده يعني قلوب، هارتس هارتس هارتس، قلوب من الناس بيختلف التعبير بيها قوي عن الناس. انا قلت كلمه او جمله لسه انا نفسي قبل القارئ بتروي منها دلوقتي، اللي هي الانسان بلا قلب اخطر من وحش. والله العلي العظيم الانسان بلا قلب اشد خطوره من الوحش والاسد والثعلب والديب والتعبان والحشره. لا يمكن يكون الانسان انسان من غير قلب. والبني ادم اللي عنده قلب، والقلب ده مكان النيه ومكان الوجدان ومكان العاطفه ومكان الدين ومكان العبره، ربنا قال كده في اخر سوره قاف، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. مستحيل وانا ماشي في الشارع ولاقي واحد صدره كده ايه كمترايه، بلاش رمانه ولا بتاع، كمترايه كده ما شاء الله، وعضلاته مفتوله كده، ومعاه واحده ضعيفه عندها انيميا مراته، وعيلين كلهم شايلين كراس البلاستيك وهو ماشي بيعمل كده، او مولع السجاره، السجاره كده اهو، ازيك يا محمد؟ قال له يا باشا اتفضل يا باشا، ووراه الضعفاء شايلين الحاجات اللي هو اشتراهم. ده لا يمكن يكون انسان. لو كان انسان كان شال كل ده ومشى مراته من غير ما تشيل، ومشى كتكوته من غير ما تحمل حمل. لكن ثقافة غبرة زي ما قلت لحضراتكم، موضوع يعني ايه اعمل الشاي لان انا تعبانة، ترتب عليه ان الست تعلنها صراحة، ما عندناش راجل بيدخل المطبخ. عندنا يا حاجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيدخل المطبخ، وابنك له ارجل من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وله افضل من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ابنك مخلوق علشان يتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. معنا مين؟ بحسن الوعظ؟
المفاجأة دي. يعني معانا حد اسمه حسن الوعظ، والله تصدقي انا اول مرة اعرف، انا اول مرة اعرف ان حد سمع على شعري. اصلا انا بختم الحلقة بالبيتين دول من اشعاري، فمبسوط قوي ان في حد اتسمى بحسن الوعظ. يا ترى حسن الوعظ عبد الفتاح متولي، ولا حسن الوعظ احمد، ولا اسم ابوه ايه؟ طبعا مفيش حد اسمه بحسن الوعظ، لكن انا اللي بقول لحضراتكم بحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل المسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لا أوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوب. لكم تحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.